قبل ما نبدا اخبارنا عن فرقتنا، يعني حضراتكم كنتم متابعين معانا في البيت الكبير. طبعا ان النادي الاهلي اخذ مباراه نادي الزمالك امبارح، وكان فيه يعني كان فيها لغط كبير جدا جدا في صاله نادي الزمالك، وكان تم طبعا يعني ايقاف المباراه لمده طويله جدا جدا. وخلي بالكم علشان النادي الاهلي دايما ما بيسيبش حقه ولا بيسيب حق اي فريق، اذا كان على مستوى الجماعي او على المستوى الفردي. النهارده النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه وبيحافظ على كمان حقوق جماهيره. النهارده الصبح النادي الاهلي يمكن ارسل خطاب لاتحاد كره السله عشان يحافظ على، اولا بيحافظ على ناديه، وثانيا ان احنا بنتكلم على لائحه وبنتكلم على مبادئ وبنتكلم على قوانين هي اللي بتحكم كل العاب على المستوى على مستوى مصر. وبالتالي النادي الاهلي دايما دايما حريص على طبعا فرقته، حريص على ناديه، وكمان حريص على ان هو لازم يكون المساواة يعني لازم تكون متواجدة. النهاردة النادي الأهلي قدم هذا الجواب، والحقيقة رد اتحاد السلة والرد ما كانش متأخر بصراحة. قرر اتحاد السلة رسميا يعني اعتبار النادي الأهلي فايز بمباراة نادي الزمالك وتغريم نادي الزمالك كمان، وقال بيان اتحاد كرة السلة طبعا، قال بيان اعتبار النادي الأهلي فائزا على نادي الزمالك، وطبعا النتيجة هتبقى 20-0 في المباراة اللي اتلغت. وكان يحيى زكريا مراقب المباراة امبارح بصالة ميت عقبة، قال ان كان في تواجد جماهيري بالنسبة لنادي الزمالك. دي كانت ضمن طبعا المباريات الجولة ال11 لدور السوبر لكرة السلة. النهاردة اجتمع لجنة المسابقات وبرئاسة طبعا وبحث كبير جدا من خلال التقرير اللي قاله مراقب المباراة، واعتبار النادي الأهلي فايز بهذه المباراة بنتيجة 20-0، وكمان تغريم نادي الزمالك مبلغ 30,000 جنيه ونقل مباراة واحدة خارج ملعبه. الحقيقة النهاردة يعني الصبح كان في تصريحات كمان مهمة جدا جدا لكابتن رؤوف عبد القادر، ده مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. قال ان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ودي نقطه مهمه جدا لازم هنقف عندها. الكابتن محمود الخطيب قال يعني احنا علاقتنا بكل الانديه المصريه، بعلاقتنا بالنادي الزمالك علاقه كبيره جدا، ومش هتاثر عليها نتيجه مباراه في اي لعبه من اللعبات. ده مهم جدا ان العلاقات دايما تكون علاقات قويه جدا جدا، ومش لازم الامور، ده طبعا على لسان الكابتن محمود الخطيب، مش لازم الامور تاخد اكبر من حجمها. يعني طبعا بعد الغاء المباراه ونتيجه طبعا لاقتحام جماهير نادي الزمالك للملعب، كمان قال الكابتن رؤوف ان الموضوع كله وان الاهلي بيتحرك زي ما بقول لحضراتكم وفقا للوائح، ووفقا كمان لخطاب وجه من اتحاد الكره لكره السله بتاريخ 21/3، برضو التاريخ دوت يعني حطوا تحتيه 30 شرط، بتاريخ 21/3 بيأكد فيه الاتحاد ان جميع المباريات ستقام بدون جماهير، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم الغاء المباراة. وطبعا يعني لما طبعا جماهير نادي الزمالك اقتحمت صالة المباراة امبارح، طلب الجهاز الفني للنادي الاهلي الرجوع للكابتن رؤوف اللي كان موجود في الملعب، وانه يطبق اللوائح ويتم طبعا اخلاء الصاله من الجماهير علشان الماتش يبدا. لكن طبعا للاسف ده ما حصلش، وعشان كده مراقب المباراه قرر الغاء هذه المباراه بعد انتظار يمكن اكتر من ساعه ونص كان منتظر، وطبعا تطبيقا للقوانين وتطبيقا للجواب المرسل من اتحاد لكره السله لكل الانديه ان ممنوع دخول الجماهير وان ما فيش جماهير، وبذلك بتطبق النهارده اللائحه، وبيتم طبعا تطبيق اللائحه بشكل اكتر من رائع، والنادي الاهلي بيفوز بهذه المباراه.